نرجع طيب للدحيلي يا احمد، هنروح بس الاول مع حضرتكم لاستاذ محمد ناجي اللي معانا طبعا عضو اللجنه الاعلاميه المونديال اليد، نطمن على منتخبنا منتخب مصر قبل مباراه منتخب مصر وروسيا في مونديال اليد. برحب بحضرتك على شاشه قناه الاهلي. الو، اهلا وسهلا، ازيك يا ساره؟ ازيك احمد؟ اهلا بيك، اهلا بحضرتك. والحقيقه يمكن خليني قبل ما اتكلم على مشوار المنتخب اتكلم على ردود الافعال على استضافة مصر لكأس العالم اللي بعتقد أنها كانت إيجابية إلى حد كبير، وكان فيه اهتمام كبير جدا من مش بس الوفود المشاركة ولكن من الصحف العالمية اللي بتغطي الحدث ده على أرض مصر. ده حقيقي يا أستاذ أحمد، العالم مبهور مش بتنظيم مصر كاستضافة وكملاعب وكتنظيم لحدث كبير زي بطولة العالم للهاندبول، ولكن كمان لقدرة مصر على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا. الناس هنا كلهم مبهورين بالتطبيق، يعني تطبيق صارم جدا للإجراءات الاحترازية، ولكن في مصلحة الجميع. الناس كلها عندها أمان، يعني حاسين بأنه كان الموضوع صعب جدا، وكان الموضوع لا، طب ليه تاخدوا التحدي في التوقيت ده، وليه عندكم إصرار على أن أنتوا تنظموا بطولة بحجم بطولة عالم، وهي أكبر بطولة عالم مشارك فيها 32 دولة؟ طب ليه ما كان ممكن تتأجل؟ كان ممكن نستنى لغايه ما اللقاح يبدا يظهر ونتيجته تبقى فعاله ونقدر ان احنا الامور تكون اكثر ثباتا يعني. ولكن الدوله المصريه والاتحاد الدولي كان عندهم اصرار على ان البطوله تتلعب في توقيتها وفي نفس ميعادها، والحمد لله يعني في اشاده وفي الناس كلها عندها حاله انبهار بالتنظيم وبالحاله الامان اللي موجوده عند كل الناس. كل الناس على فكره يعني ده على ارض الواقع، مش كلام احنا بنقوله عشان خاطر الناس كلها مبهوره بالتنظيم بالاستضافه، كلهم حاسين ان هم مش موجودين في حته بعيد، يعني هم مرتاحين جدا في مصر. الناس بتحاول اقصى حاجه، تعمل اقصى مجهود واقصى حاجه عشان نبقى نحسسهم بالراحه والامان. هم مبسوطين جدا بالاجواء وسعداء ان هم موجودين في مصر في ظل التوقيت ده. كمان والدليل على كده اتفضل يا استاذ، الدليل على كده ان هم كل يعني هو الزيارات اللي بتتم وبتحصل في منطقه الاهرامات دي المفروض مش موجوده اصلا عندهم جوه خريطه الزيارات بتاعتهم او جوه خريطه ان هم موجودين في بابل، ولكن ده بي حاجه بتحصل. هم ناس عندهم شغف بان هم يكونوا موجودين في مصر وحابه ان هم يكونوا يزوروا الاهرامات ويزوروا المعالم السياحيه في مصر، وده بيتم طبقا برضه طبقا لتطبيق كافه الاجراءات الاحترازيه، يعني بيكون اكيد كل الامور بيراعى فيها السلامه بتاعه الوفود. والوفود هنا ما بتعنيش المنتخبات كافراد مشاركه او كلعيبه بس، ده كل الوفود المشاركه سواء اعلاميين سواء اطقم طبيه سواء اطقم فنيه سواء لاعبين. فيعني عايز اقول لكم ان الناس هنا كلها مبسوطه وسعيده جدا بالحدث وبالمونديال يعني. الحمد لله. الحمد طب لله. خليني بقى اطمن من حضرتك كده على استعدادات المنتخب المصري للمباراه اللي خلاص يعني اقل من ساعه نشوفه مع منتخب روسيا، مباراه صعبه ولكن المنتخب المصري قدها ان شاء الله. منتخب المباراه النهارده مباراه قويه جدا قدام فريق يعني مش عايز اقول لكم، المنتخب الروسي ما كانش جاي، منتخب روسيا اصلا اوريدي جاي بدعوه الاتحاد الدولي ما كانش متاهل بشكل مباشر لبطوله العالم، ولكن المنتخب الروسي فاجئ الجميع بالاداء اللي قدمه في المجموعه. مجموعته كانت مجموعه قويه جدا، فيها سلوفينيا بيلاروسيا كوريا، قدر ان هو يتصدر المجموعه. فمنتخب روسيا يعني احنا ما كناش عاملين حسابنا على ان احنا هنقابل وحش من ضمن الوحوش بتاعت اوروبا زمان، يعني منتخب روسيا حامل لقب بطولة العالم في مناسبتين قبل كده في 93 و97، منتخب عنده تاريخ وعنده سي في قوي بالنسبه لبطولة العالم، ولكن ما كناش متخيلين ان هو هيكون بنفس الاداء وبنفس المظهر اللي عليه زمان، لانه منتخب روسيا كان فيه تجديدات وفيه تغيير كبير جدا في العناصر وفي الصفوف بتاعته. النهارده مواجهه قويه، اتمنى يعني منتخبنا يكون في يومه، لان احنا خسرنا مباراة السويد على تفاصيل صغيرة جدا. حقيقي مباراة كانت هتفرق معانا تماما في مشوارنا للتأهل لدور الثمانية، بس لسه الأماني ممكنة يعني لسه طبعا. طبعا ان شاء الله كلنا ثقة في رجالتنا ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد ناجي عضو اللجنة الإعلامية المونديال،
كره اليد، وكل توفيق لمنتخبنا. احنا قلنا اللي عايز يوصل لبعيد لازم يبقى جاهز لمواجهه الكبار، يعني بالطبيعي وبالمنطقي ما دمت عايز توصل يعني او طموحك انك توصل مربع ذهبي او توصل نهائي، توقع انك انت هتلاقي هتقابل عمالقه لعبه كره اليد على مستوى العالم.